طالما عملت هيك خطة، برأيك لوين فيك توصل لوحدك يا كارا؟ كل واحد عايش بعالمه يا عبد، وهو إذا كان حابب ياخد بيتار أخوه مراد على مدار، اتركه خليه يعمل لي براسه. انتقام شو يا كارا؟ وتار شو؟ كارا وبتعرفوا يا متى، بنصحكم تنتبهوا منيح. اوه شوفي اللي شفته انا. عابد اذا بدك خليك بالسيارة انت هلا بلا المشاعر الحساسة. عبد الحي وكارا صحابك القدامى، خلينا نروح. متى انتوا روحوا من هاي الجهة وانا رح لف من وراهم. خلينا نبلش شغلنا. انتوا روحوا لعبد الحي وكارا وانا رح اخذ بويرز. بس لا تزعل اذا قتلت لك اصحابك القدامى يا عابد. كارا وقف لوين رايح؟ امشي
العاكف اللي أخده؟ وين راس عاكف اللي أخده؟ أنت عم تشتغل من وراي، عم تشتغل من وراي. أنت اللي عطيته بويرس، أنت أصلاً جيت مشان هيك. كارا أصحى شبك، شو عم بتخرج؟ لك خلاص. أنت وعدتني إلي، وعدتني لك. ما حدا كان فيه ياخد بويرس مني، ما حدا. أنت بتعرف يا عبد الحي، بتعرف. أنت لو أخذت مني روحي، لو بتاخذ مني روحي كان أحسن. لك خذ روحي. Yeah.